أظن هذه الندوة هي الخامسة من نوعها منذ سنوات وهي تنظم. الآن ستتوج بإعلان معهد خاص بدراسات شمال إفريقيا سيرعى هذه الندوة ويرعى أدوات أخرى ووسائل أخرى للعمل. نحن في هذه الندوة قررنا أن نمضي قدما نحو تشكيل نخبة مغربية ومغاربية أيضا ومن خارج المنطقة في أوروبا وفي جامعات عربية أخرى، تشكيل نواة أو مجموعة بحثية تعنى بدراسات شمال إفريقيا. نحن سعداء بهذا التطور وبهذه الحصيلة، بهذه الخلاصة من هذه الندوة التي سعت إلى دراسة تمفصلات العلاقة بين الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا، وهي من خلال المداخلات ومن خلال جلسات العلمية التي خلال اليومين الماضيين استطعنا أن نبلور فكرة عامة تفيد بأن بخلاصة عامة تؤكد أن كورونا قد شكلت فرصة للدول لاستعادة قوتها ولتوسيع سلطاتها، خصوصا السلطات التنفيذية على لملء ولاستعادة الفضاء الديمقراطي. لقد برزت هذه الخلاصة بقوة من خلال الأوراق التي قدمت في المغرب، حول المغرب، حول تونس، حول الجزائر وحول المنطقة ككل. هناك خلاصة أخرى تشير إلى تعميق العلاقات المدنية العسكرية. لقد رأينا في هذه الدول كيف أن المؤسسات الأمنية والعسكرية قد استعادت دورها الحيوي في التصدي لكورونا، ما دفع البعض بعض الباحثين إلى القول بأنه عودة أو اتساع المقاربة الأمنية على حساب باقي المقاربات المدنية. أظن هذه الخلاصة يعني يتقاسمها جل الباحثين في الندوة، لكن هناك توقع بأن هذا التداخل بين هذه الخلاصة لن تتعدى هذه الفترة، فترة كورونا. لكن هناك من يقول بأن ما استعادته هذه المؤسسات لن تفرط ولن تتراجع عنه بسهولة. هناك خلاصة أخرى وهي لاحظنا أن ضعف دور الفاعلين المدنيين والسياسيين والنقابيين خلال هذه الفترة، وأظن أن هذا الضعف في التصدي لكورونا ومواجهة الآثار المترتبة عن هذه الجائحة يعود ليس إلى الضعف البنيوي التي تشكل منه هذه الفاعلين فقط، بل إلى الظرف الاستثنائي التي تمر منه المنطقة. ونتوقع بأن هذا التراجع لا يجب أن يستمر، لأنه يفقد الشعوب أحد أدواتها الفعالة مثل الأحزاب، مثل المجتمع المدني، مثل الإعلام في إحداث نوع من التوازن مع السلطات القائمة. لابد من إعادة الأمور إلى نصابها، لأن أيضا الدول في هذه المنطقة لا نتوقع أنها قادرة على تحمل التكاليف الحالية والمستقبلية. كورونا لها تكاليف على شرعية الدول والأنظمة في المنطقة. ما تنسوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.